العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني الأهلية الحقيقة أنها ذراع مهم جدا لدعم اقتصاد الدولة. هي لا تبني الاقتصاد ولكن تدعم، وفي أجزاء كتيرة الدولة ما بتعرفش تدخلها، في أجزاء كتيرة الدولة ما بتقدرش تمد إيديها ليها، في قواعد بيانات هي موجودة عند المؤسسات المدنية يمكن أكتر دقة ما هي موجودة في الدولة، وده بيبقى كلها أجزاء مهمة. فبالتالي العمل الأهلي اللي موجود في تحالف المجتمع المدني الحقيقة أنه عمل مهم جدا. النهاردة هنتكلم مع الأستاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري عن مجموعة أمور، هنتكلم على تأثير الأزمة الاقتصادية، إيه دورهم في مثل هذه الأزمات، هل هم الحقيقة ان بنك الطعام ابتدى بشيء لكنه الحقيقه تطور بشكل يعني انا شايفه انه شكل ممتاز جدا، لانه اصبح بيواكب التقنيات، بيستخدم قواعد بيانات اكثر تدقيقا، ما بقتش كرتونه اكل بنوديها للناس او بطاطين بنوديها للناس رغم ان ده مهم، وده كان من يعني صلب بنك الطعام، صلب بدايه المشروع، لكن في تطور في الفكره، بقى في استهداف لافكار معينه، استهداف لامراض معينه، استهداف لفئات معينه. استاذ محسن دايما ببقى مبسوطه وانت موجود. وانا دايما ببقى مبسوط لما اتكلم مع حضرتك، ومساء الخير عليكي وعلى المصريين الجدعان حبايبنا كلهم. وبشكرك ان انت على طول بتبقي صوت قضيه بنك الطعام وصوت الملايين اللي احنا بنخدمهم في بنك الطعام كل يوم، او اللي احنا بنتشرف اهالينا الحقيقه بنتشرف ان احنا بنخدمهم كل يوم. اتاثرتوا ازاي بالازمه؟ بص انا يعني طبعا اتاثرنا، بس خليني اقول لك ان احنا يعني عارفه بيقولوا بالانجليزي كده وير تريند فور ذس، يعني احنا متمرنين على اللي بيحصل ده من مرات كتيره جدا، حصل يمكن ازمات أسوأ من دي، بس في الاخر بنقدر يعني نلاقي طريق نقدر نشتغل بيه بنفس الكفاءه وبنفس التغطيه اللي بنغطيها للمصريين. يعني احنا محظوظين جدا ان احنا في بنك الطعام المصري، انت عارف احنا بقى لنا 17 سنه تقريبا، ومش اول مره يحصل اضطرابات في اسعار المواد الغذائيه زي ما حصل دلوقتي. فعشان كده احنا شراكاتنا مع الموردين بتاعتنا شراكات قديمه جدا وشراكات اصيله. وخليني اقول لك ان يعني القطاع الخاص، انا طبعا اشتغلت نص حياتي في القطاع الخاص ونصه في المجتمع المدني، بس لما تبص على القطاع الخاص ايضا لحد كبير لا مش قوي، هو الناحيه الثانيه الهدف مختلف. القطاع الخاص في الاخر هو اللي بيزق الاقتصاد كله، لان هو التنافسيه بتاعته والسعي ورا الربح بيخليه يقدر يحقق ارباح كويسه، فيدفع للدوله ضرائب كويسه ويعين ناس ويديهم مرتبات كويسه، فالناس دي تتبرع للمجتمع المدني تبرعات كويسه. لكن احنا هي يعني هي دي الاقتصاد بيعمل كذلك. احنا كمجتمع مدني احنا هدفنا مش الربحيه، احنا هدفنا ان احنا نحقق رساله بس. فاحنا عشان نجيب فلوس او ندخل تبرعات ده بيبقى وسيله الى الغايه وليست الغايه. فيمكن ده الفرق الجوهري ما بيننا وبين القطاع الخاص. في الازمات دوركم بيتغير؟ طبعا. حتى الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي يعني اتغيرت شويه. يعني خليني اقول لك، انا كنت عايز بس اكمل على النقطه. القطاع الخاص يمكن انا يعني حتى قلت كده قدام السيد رئيس الجمهوريه وبقول كده مرارا وتكرارا، القطاع الخاص المصري قطاع فعلا فريد. موازنات المسؤوليه المجتمعيه في القطاع الخاص بيسموها موازنات متطايره، يعني اول ما يضغطوا بيقوموا قاصين من السي اس ار بادجت. اللي بيحصل في مصر العكس بالظبط. فالقطاع الخاص المصري كل ما بيضغط كل ما الخير جواه بيزيد، وده ليه دعوه بينا بقى، الدي ان ايه بتاعنا كمصريين، الخير ما بيروحش في حته. فعلى طول موجود. فالموردين بتوعنا واقفين جنبنا كويس جدا، مهما حصل عليهم ضغوط من الاسعار فهم على طول بيدعمونا. وزائد ان انت حضرتك عارفه كويس جدا ان احنا بدانا ان احنا نحول ان احنا بنشتري دلوقتي اجزاء كبيره جدا من المواد الغذائيه من الفلاحين الحيازات الصغيره مباشره، وده خلانا نقدر نباي باس او يعني ننط فوق اضطرابات الاسعار بشكل كبير جدا. زائد ان احنا في بنك الطعام يعني احنا اقدر اقول ان احنا فيرتيكلي انتجريتد، يعني معظم عناصر الانتاج تحت تحكمنا. عندنا المصنع بتاعنا وعندنا اليات التوزيع بتاعتنا وعندنا شبكه الشركاء بتوعنا، فبنقدر ان احنا يبقى اقل عرضه لاي ازمات تحصل في اسعار المواد الغذائيه. ارجع تاني للسؤال، في الازمه دوركم بيتغير؟ طبعا بدانا نوسع جدا في نشاط الطعام المباشر. انت عارف ان احنا بنك الطعام احنا مبنيين على 3 منصات، ففي منصه اللي هي الكرتونه العاديه اللي احنا بنديها للطبقات، ولازم ااكد على ده الغير قادر على العمل،
ما بنديش الكرتونه لحد، لان بيقولوا ان انتوا ممكن تكونوا بتدوا تغذيه مباشره، فممكن تكونوا بتعودوا الناس على الاتكاليه او الاعتماديه على هذا الغذاء، لكن احنا بندي الغذاء للطبقات الغير قادره على العمل، كبار السن، المعوقين اعاقات ذهنيه او حركيه تمنعهم من العمل، او السيدات المعيلات لعده اطفال من دون الخامسه، هيبقى صعب جدا، محتاجين ان احنا نضمن لها الاكل عشان تقدر تفكر في مستقبلها ومستقبل اولادها. فاحنا بنوسع في انشطه الاطعام المباشر دلوقتي، فاحنا دلوقتي موقفين كذا عربيه الصبح الساعه 7 بتوزع شوربه عدس و وبصل اخضر فين 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 يا مصر؟ السيده زينب، باب الشعريه، ده شيء رائع. يعني كل يوم الاماكن بتبقى مختلفه، وكل يوم بنوسع العربيات دي، يعني حاليا دلوقتي وصلنا ل 4500 وجبه في اليوم. الناس بتيجي بتجيلكم بتتخيل ان ده بفلوس؟ الاول بيسالوكوا ده مكتوب بقى بنك الطعام، فالناس عارفه، يعني الناس عارفه ان ده خير من المصريين للمصريين، يعني ما في الاخر احنا بنك الطعام برضو، احنا وسيط، يعني احنا في الاخر الناس بتشكرنا، بس الناس لازم تشكر المصريين اللي واقفين ورانا، ولازم تشكر الاعلاميين اللي زي حضرتك اللي واقفين ورانا، لان هم المصريين هم اللي عاملين حاجه اسمها بنك الطعام، ففي الاخر ده خير المصريين. تبرعات اتاثرت؟ لا لا، انت بتفاجئني على فكره، لا. كل مره بتفاجئني. لا بصي، انا شفتها دي 50 مره، مفيش مره، وبنتوقع كل مره، يعني انا بقالي في القطاع ده مده كافيه، ان كل مره ايه ده حصل حاجه، التبرعات اتاثرت، التبرعات بتزيد، وده راجع ان هو المصريين اخر حاجه بيفكروا انهم يقللوا منها الخير اللي بيعملوه. صح. اخر حاجه، ولو البني ادم في الاخر معاه جنيه لا هيطلع له الخير، لانه عارف ان ربنا هيبعت له. وبيشعر لما بنكون في ازمه بنقول هذا وقت دعم الاخرين، دايما في الازمه هذا وقت دعم الاخرين. بص البلد دي فريده جدا، يعني الحمد لله انا عشت في بلاد كتيره، في الاخر البلاد يقول بصوا الغربيين عايشين ازاي، بس انت لو ما اشتغلتش يعني اراوند ذا كلوك 24 ما حدش هيلحقك، بس هنا في مصر لا احنا بنلحق بعض، وفي الاخر انت بتلاقي ان في اماكن يمكن قرى كامله كامله على قائمه على التكافل الاجتماعي بين افرادها. في الاخر جميل جدا، وربنا يزيده يعني في البلد دي. عندكم برامج زي مثلا حمايه اللي هي الوجبات الساخنه، حمايه الوجبات الساخنه والكراتين التغذيه الشهريه والكراتين، ثم وقايه. صح. وقايه بقى دي انا وقفت قدامها، لانكم ابتديتوا تعملوا تارجتنج او استهداف لفئات معينه. صح. مثلا الاطفال اللي هم علشان ما يكونش فيه تقزم، اشرح لي ليه اخترتوا ده، وانا هنا وقفت قدام ده قلت ليه اختاروا ده. بصي وقايه ده زي ما الاسم بيقول كده، ده عارفه في الطب اتس بريفنتيف ميديسن، يعني ده طب وقائي، فاحنا بنحاول نمنع المشكله في منصه الوقايه دي قبل حدوثها. طيب هو ايه قضيه التقزم دي؟ قضيه التقزم دي في ناس كتيره بتبقى متخيله ان الاطفال اللي عندهم تقزم، التقزم ان هو الطفل بيبقى واقف عند حد اقصى جسماني وذهني اقل من البوتنشال او اقل من الطموح اللي المفروض هو يوصل له، واقل من المتوسط بتاعه. يعني دلوقتي مثلا احنا طبعا الطفل ده مثلا في عمر معين المفروض يبقى طوله من كذا لكذا. فهو بيبقى بره الرينج الطبيعي. فكده بيبقى هذا الطفل متقزم. طيب حاله التقزم دي يا اما جايه من اسباب جينيه يا اما جايه من اسباب تغذويه. احنا بنتدخل في التقزم اللي اسبابه تغذويه. السيده من اول فتره الحمل وحتى حتى بيتسمى دوليا بمشروع الالف يوم لغايه ما الطفل يبقى عنده سنتين، السيده لو ما خدتش التغذيه الكافيه، والتغذيه الكافيه اللي هي حتى بتتغير على عارفه الترايمسترز بتاعت الحمل، فالثلاث شهور الاولانيه، الثلاث شهور في النص، الثلاث شهور في الاخر، الثلاث شهور الاولانيه لو ما خدتش فوليك اسيد بشكل كافي، الثلاث شهور الثانيه لو ما خدتش بروتين بشكل كافي، الثلاث شهور الثالثه لو ما خدتش كالسيوم بشكل كافي، والطفل حتى لما بيتولد لو الطفل ده ما خدش الغذاء الكافي، وهي خدت الغذاء الكافي عشان تقدر تبريست فيد او تديله رضاعه طبيعيه بشكل كويس، الطفل ده هيقف عند حد اقصى من الطول والادراك. فاحنا كده بنبقى بنسرق الطموح بتاع الطفل ده، وبنسرق الاختيارات اللي ممكن تبقى عنده في المستقبل، وبنسرق فرصه في التحصيل الدراسي وفرصه انه ياخد وظيفه كويسه وهو لسه في بطن مامته. بتوصلوا للستات دي ازاي؟ اولا هل عندنا ارقام لمعدلات التقزم في مصر؟ المعدلات بتتحسن، يعني اخر احصاء طالع متهيألي السنه اللي فاتت 13% من الاطفال اللي دون الخامسه، وده نازل من 22%. وده لازم اقول ان هو راجع ان احنا عندنا برضو، وده لا يخفى على احد، شبكه عريضه جدا من الحمايه الاجتماعيه، سواء برامج التموين. صحيح. او دعم الخبز، وحضرتك برضو اكيد عارفه ان الشبكه بهذا العرض بنغطيه اكتر من 70% من المصريين، دي نادره جدا على مستوى العالم ان في شبكه من الحمايه الاجتماعيه بهذا العرض، فالشبكه دي ساهمت ان معدلات التقزم تتحسن. بس خليني اقول لك ان 13% من الاطفال من دون الخامسه، فانت بتتكلمي في ملايين الاطفال، ففي الاخر احنا لو هنعمل كل حاجه نقدر عليها، انا بتكلم يعني كبنك الطعام او بتكلم كاي انسان عشان ننقذ طفل واحد هننقذه، لان في الاخر الطفل ده عمره ما هيبقى محمد صلاح، وعمره ما هيبقى مجدي يعقوب، وعمره ما هيبقى زويل، والفرصه دي بتتسرق من قبل حتى ما يتولد.
وحلها بسيط جدا، بعض من التوعية، ووفر للأم الغذاء، الحد الأدنى من الغذاء الكافي اللي يقدر يخليها تاخد بالها من نفسها وتاخد بالها من جنينها. بتوصلوا للأمهات دول إزاي؟ يعني بتعرفوا منين؟ يعني بتروحوا لكل أم حامل في طبقات معينة ولا على قد الموارد بتاعتنا ما بتسمح. يعني احنا حاليا دلوقتي لسه في مرحلة تجريبية في هذا المشروع، فشغالين على 1000 سيدة في الفيوم، متوقعين ان شاء الله على شهر 7 الجاي نكون وصلنا ل 3000 سيدة. انت عارفة احنا برضو بنشتغل على طول بشكل اجايل، يعني انا ما بنزلش وافرد مشروع على مستوى الجمهورية الاول الا لما اجرب الاول في مجموعة صغيرة واقرا بيانات، اتاكد ان انا فعلا بوصل الحجم الامثل من الغذاء، لا بتكلفه زياده ولا بتكلفه ناقصه. لان خدي بالك القطاع بتاعنا لو احنا حلينا مشكله باغلى مما المفروض تتحل، احنا كده بنحرم ناس تانية من الخدمه. فانا عايز اوصل الخدمه بالتكلفه المثلى، وبعد كده بقى اكسباند شويه اول ما يبقى عندي بيانات كافيه ان انا اتاكد ان انا مالي ايدي من الخدمه اللي انا بقدمها، ببدا اتوسع على مستوى الجمهوريه. نوع بقى الغذاء اللي بتديه، يعني غذاء الام الحامل ده، يعني بتدوا بس الام الحامل ولا بنخش بقى في الاطفال ولا ايه بالظبط؟ بكمل. بص انا دلوقتي بدخل الاول في الام من اول فتره الحمل وبعد كده لغايه ما الطفل يبقى عنده سنتين. في فتره الحمل احنا بنهتم قوي بالحاجات اللي هي بتديها زنك، فوليك اسيد، بروتينز، فاحنا بندي لحوم، دواجن، عسل اسود، طحينه، عدس، بنحاول يعني نكومبلمنت شويه او نطعم البروتين الحيواني ببروتين نباتي برضو، وبنحاول ان احنا ندي الامهات ريسيبيز او وصفات، يعني بتعملي ايه علشان هو ده احسن اكل لازم تاكليه في الوقت. يعني احنا بنحط جوه الكراتين بتاعتنا بتاعت ورقه ريسيبي بوك فعلا، كتيب وصفات. وده عاملينه بالتعاون مع اصدقائنا في هيئه اليونيسف المصريه، ان احنا بنحط ريسيبي بوك، فتفتحوا تلاقي وصفات لطيفه جدا والاطفال يقبلوا عليها بالمكونات اللي جوه الكرتون. بنحط جوه الكرتونه دلوقتي مثلا باكس كده شعريه باللبن، باكس بليله باللبن، جميل، بموت فيها، بموت فيها الصراحه. بس بس ما علينا، الامهات بقى واللي بيرضعوا وكده بالظبط. لكن انت محتاجه ان انت تدخلي بروتينز وكالسيوم في اكلهم. احنا بنحاول، بصي احنا عارفين ان السيدات اللي احنا بنخدمهم غالبا بيبقوا برضو مدرجين بشبكات التموين المصريه، فاحنا بنحاول نديهم الحاجات اللي هم مش هيجيبوها يوجوالي من التموين. يعني هو الاولويه للسيدات اللي هم لما يجيبوا من التموين هيجيبوا زيت وهيجيبوا سكر وهيجيبوا شاي وهيجيبوا الحاجات دي، احنا بنحاول نديها الحاجات اللي هي عاده مش هتاخدها من التموين. عندكم كمان يعني، طب بتكمل بقى، خلصنا الامهات بتديها بقى ريسيبي او تديها وصفات عشان كمان اطفالها الصغيرين بعد الرضاعه الطبيعيه وكده، اكيد بنبتدي ندخل اكل. احنا المرحله الثانيه اللي نتدخل فيها ان الطفل بقى عنده سنتين، بعد كده المرحله التدخل الثانيه عندنا في حياه الام والطفل بتبقى في الحضانات الاهليه. فاحنا ده بالشراكه مع وزاره التضامن الاجتماعي، فاحنا الاطفال اللي في الحضانات الاهليه اللي هي في المناطق الاقل دخلا، فالسيدات الهدف اصلا من نشاه الحضانات الاهليه دي ان السيده تقدر تحط الطفل عشان تقدر تنزل تشتغل، يعني ده الهدف اصلا كمان من الحضانات الاهليه. فاحنا بندي الطفل كل يوم وجبه ساخنه محترمه جدا، اكل بقى، ده طفل في حضانه بياكل. بياكل ايه بقى؟ بياكل كل حاجه. يعني احنا عاملين مع المعهد القومي للتغذيه عاملين مانيو كل يوم حاجه مختلفه، واللي بيطبخوا عاده في المطابخ المركزيه لبنك الطعام هم امهات الاطفال. يعني دايما بقول احنا ممكن نحط كل انواع انظمه الكواليتي كنترول في الدنيا، وعندنا انظمه الكواليتي كنترول كلها، وعندنا كل انا شفت وعندنا كل اللي عارفه السوفت ويرز بتاعه اداره المطاعم، واحنا قاعدين في المكتب بنقدر نشوف ان الوجبه دي اتحط فيها الانجريدينتس دي وطلعت راحت للطفل ده. بس في الاخر الضامن الاكبر لسلامه الوجبه هي ان امه اللي بتطبخ. كل يوم بناكلهم حاجه، يوم لازم يكون في بالانسد ميل، لازم يكون في فاكهه، لازم يكون في كربوهيدرات يا اما بطاطا يا اما رز، لازم يكون في نوع من الخضار، ولازم يكون في نوع من البروتينز لحمه او فراخ. وبندي توعيه مكثفه جدا للميسرات اللي في الحضانه عشان يقدروا يساعدوا الاطفال ياكلوا احسن، وبندي نفس التوعيه لامهاتهم وابهاتهم، فبحيث ان الرسائل اللي احنا بنحاول نوصلها للتغذيه في الحضانه ما يتمش عكسها في المنزل. كم حضانه تقريبا؟ كم حضانه؟ حاليا دلوقتي شغالين على 1800 طفل في 3 محافظات، شغالين في الاسمرات على 800 طفل في القاهره، و1000 ما بين الفيوم وبني سويف. هل كمان بتشوفوا الاطفال في المدارس وجبات؟ دي المرحله الثالثه بقى. المرحله الثالثه بنخش على المدارس، بس انت كده بتبقي عديتي نافذه التدخل في التقزم ودخلتي في مرض ثاني متعلق بسوء التغذيه وهو مرض الهزال. فانت بتلاقي الطفل طوله طبيعي بس ضعفان، محتاج ياكل كويس، لان هو لو ما اكلش كويس خدي بالك
مش هيقدر يستفيد بالتجربة التعليمية اللي بيمر بيها. لو ما فيش جلوكوز بنسبة معينة بيوصل مخه، والجلوكوز ده مطعم بكربوهيدرات بطيئة الامتصاص وبروتين، فبحيث انها ما تعملوش سبايك في السكر ويقوم يكراش مرة واحدة، مش هيقدر يفهم اللي بيتدرس له. احنا بنتدخل حاليا بنأكل 35 ألف طفل في مدارس التعليم الابتدائي كل يوم، كل يوم على مدار العام الدراسي بنفس الطريقة، ان بنعمل مطابخ مركزية وامهات الاطفال هما اللي بيطبخوا فيها، وبنودي تريز على المدارس وبنبدأ نغرف للولاد، ووزارة التربية والتعليم بتدينا في المدارس فصل، وبينزلوا بقى ياكلوا فصل فصل، ينزل ياكل ويطلع، ينزل ياكل ويطلع. بقى لنا 10 سنين بنطبق النموذج ده واحنا فخورين بيه جدا. الحقيقة أنا عايزة أحييكم على العمل ده، لأنه مستهدف بشكل واضح الأطفال في مصر اللي هم عماد هذا الوطن. ما احنا مش هنقدر نبني البلد بدون هؤلاء الأطفال. رسالتك بقى للمصريين في نهاية هذه الفقرة. والله رسالة المصريين في الفقرة دي تفائلوا، مهما بتشوفوه من حواليكم هيعدي. واللي يعني احنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني امرنا ان احنا نغرس الفسائل، حتى لو الساعة بتقوم حوالينا ما مش هيكون اي حاجة هنشوفها مش هتكون اصعب من يوم القيامة. احنا مكملين بنشتغل، وبشغلنا كل واحد لوحده هنقدر نعدي اي حاجة. انا عايزه احييك وحي بنك الطعام على دعمكم كمان لينا في الفرصه، لانه ستارت ابس ومشروع ستارت ابس كان مهم، وانتم معاكم مزارع دلوقتي الفائز الاول. ده شرف لينا كبير ان احنا كنا ضمن برنامج الفرصه. وانا عايز اقول لك ان احنا شراكتنا مع مزارع مكمله لغايه النهارده وبتكبر كل يوم، ومن الشراكات اللي مخليانا دلوقتي قادرين ان احنا ما نتاثرش بزيادات الاسعار بشكل كبير، لان احنا بنروح للمزارع مباشره، بننميه بنمكنه وبنضمن له سوق مستمر ومستقر وعادل، واحنا في نفس الوقت بنقدر نشتري ارخص ونقدر نخدم ناس اكتر. ده ستارت اب كان الفائز في السيزون الاول من الفرصه، ودلوقتي خلاص بقى شريك يعني البنك الطعام وبيشتغل معاهم، فيعني احنا سعداء بيه جدا. بختم نشكرك يا مدام لميس ان انت على طول بتوصلي صوت بنك الطعام وصوت الماليين اللي احنا بنخدمهم للمصريين، وشكرا للمصريين كلهم انهم بيساعدونا. ليه بنتكلم مع بنك الطعام؟ عشان في وقت الازمه الخير عندنا بيزيد، في وقت الأزمة علينا أن نتذكر الآخرين قبل أنفسنا. أنا عارفة أن في ناس كتيرة يمكن ما تقدرش، يمكن تتفرج علينا وتقول يا جماعة ما نشوف حالنا الأول، لكن هو ده العطاء اللي جوه كل المصريين، أنك تفتكر دايما يا ترى في ناس تعبانة، يا ترى في ناس محتاجة تاكل، يا ترى في ناس محتاجة تتعالج. الأهم دلوقتي أن احنا متوجهين هنا مثلا في بنك الطعام للتقزم، لأطفال المدارس، لأطفال الحضانات. ده استهداف مهم جدا، أن هو ده يعني عماد هذا البلد. بشكرك جدا. شكرا حضرتك. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن قانون الطفل، ما بين التشديد وما بين انه قانون انه هذا طفل لا يجب ان يعاقب على جرائم.